قوليلي طيب، احنا بعد اللخبطه زي ما قلنا اللي حصلت الفتره اللي فاتت ديت، عايزين نرجع بقى كده ايه الواحد يهدى كده ويظبط معدته ويعودها على السيستم القديم. احنا في رمضان شويه ناس كتير اتعودت ان هي خلاص انا مش بفطر، بصحى الصبح مش بفطر. انا من واحده من الناس دول، انا مش بفطر لما بصحى من النوم، يعني دلوقتي جيت من البيت على الشغل ما فطرتش، ممكن اشربت كافي بس، بفضل كده لحد الساعه مثلا 4. فقوليلي هل ده صح، فكرة ان انا ما افطرش، ولا فعلا الفطار؟ يعني في ناس بتقولك لا الفطار ده وجبة اساسية والفطار ده حاجة مهمة جدا لازم تفطر عشان تظبط بقية يومك، وفي ناس تانية تقول لا خلاص انا نفسي مسدودة في وجبة اتشالت من عليا وبالكالوريز بتاعتها بكل حاجة فده افضل. انهي صح؟ على حسب طبيعة الجسم. لو الشخص معدل الحرق بتاعه عالي لازم ياكل، لانه قلة الاكل مع شغل مع عدد ساعات اطول بعد رمضان في الشغل بتاعنا ممكن تاثر عليه صحيا. انما لو انا عندي نسبه دهون موجوده في جسمي وقعدت فتره مثلا صايمه، بالعكس ده هيساعدني على حرق افضل. تمام، فده ما فيهوش مشاكل خالص. بالنسبه للتغيير بقى المواعيد بتاع الاكل بتاعنا بعد رمضان، المفروض ان انا ابتدي اعود المعده بتاعتي شويه شويه، يعني ما افاجئهاش اول يوم على طول بفطار بحاجات، لا ابتدي ان انا مثلا اول اسبوع ده احاول بقدر الامكان الوقت بتاع الغداء بتاعي يبقى مناسب لنفس او متفق مع نفس الوقت بتاع الفطار ايام رمضان، ابدره ساعه، ابتدي ابدر شويه شويه وادخل جسمي حاجات مش مقليات مثلا، مش سكريات، حاجات مليانه الياف كسناكس، ادخل كميات بسيطه على فترات بحيث معدتي تبتدي تستقبل الاكل بشكل صح. شويه شويه المواعيد دي هتتظبط عشان ما ياثرش كمان على صحه الهضم بتاعتنا. يعني لو اتغديت على طول ده عادي ممكن يحصل؟ ما فيش مشاكل، ما فيهاش مشكله، ممكن تاخدي سناكس في النص، حاجه بسيطه زي مكسرات، فاكهه، فاكهه، حاجه تديكي انرجي.